استمرار تأثير المنخفض الجوي مع يوم الغد وطقس بارد في أغلب مناطق المملكة بمشيئة الله وأمطار غزيرة ورعدية أحياناً وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن يستمر تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة والمرفق بكتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء المملكة. وفي تفاصيل الهطولات المطرية المتوقعة تحديدا مع يوم الغد، كما نشاهد تستمر هذه الفرص للهطولات المطرية تحديدا في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة على أن تمتد مع ساعات النهار لتصل إلى بعض المناطق والمرتفعات الجنوبية منها. هذه الزخات من الأمطار متوقع أن تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى، مصاحبة لزخات من البرد، وأيضا تكون رعدية بمشيئة الله. مع ساعات الليل من يوم الخميس تبدأ هذه الفرص بأن تضعف تدريجيا حتى يبتعد المنخفض بشكل كامل عن أجواء المملكة مع ليل يوم الخميس وصباح يوم الجمعة بمشيئة الله، وتكون الأجواء في نهار يوم الغد باردة في معظم مناطق المملكة وشديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية. بعض التنبيهات والتوصيات فيما يخص هذه الأحوال الجوية: خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية تحديدا في غرب المملكة، الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية نتيجة الضباب، وأيضا هنالك فرص لأن تكون الرياح الغربية نشطة في بعض الأحيان مما يؤدي إلى زيادة الأتربة والغبار في الأجواء تحديدا في المناطق الصحراوية. في هذه الليلة وفي العاصمة عمان كما نشاهد هنا الأجواء غالبا غائمة مع زخات من الأمطار، درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 21 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة عمان ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة كما نشاهد. يوم الخميس فرص الأمطار 10 درجات نهارا إلى 7 درجات في ساعة الليل، ارتفاع الأول على درجات الحرارة مع يوم الجمعة لتصل درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة، ليلا تصل إلى 13 درجة مئوية، وأيضا ارتفاع على درجات الحرارة الليلية يوم السبت ارتفاع آخر لتصل إلى 22 درجة في ساعة النهار، وأيضا درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 14 درجة مئوية. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، أمطار رعدية من 15 إلى 10 درجات في المفرق مع رياح مثيرة للأتربة وفرص الأمطار من 13 إلى 6 درجات، جرش 14 إلى 9، في عجلون 13 إلى 8 درجات أيضا مع وجود أمطار رعدية بمشيئة الله. عمان فرص الأمطار من 10 إلى 7، في الزرقاء 13 إلى 8، في البلقاء 12 إلى 7 درجات، مادبة 10 إلى 7 درجات، في البحر الميت 22 درجة مئوية إلى 16 درجة، في الكرك 12 إلى 9، في الطفيل 11 إلى 8، هنالك رياح مثيرة للأتربة في معان من 15 إلى 9 درجات، في الجبال الشراء من 10 إلى 6 درجات، وفي العقبة أجواء مشمسة من 25 إلى 17 درجة مئوية مع يوم الغد. في رويشد أمطار مع أيضا وجود هنالك رياح مثيرة للأتربة من 17 إلى 7، كذلك الأمر في الصفاوي 16 إلى 8، وأخيرا في الأزرق من 16 إلى 8 درجات أيضا. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.